السلام عليكم. موقف دائما يمر وياي بالطوارئ وبالعياده ويا المرضى اللي اشوفهم. يجيني طفل عليه حراره عاليه توصل 39 او 40. لما اجي افحصه اسال الام، اقول لها يا امي انت اعطيتي شيء خافض حراره للطفل تحميله؟ تقول لا دكتور، انا جبت لك اياه والحراره عاليه حتى انت تشوفه وتعرف شنو التشخيص. هنا انا احب اوصل لكم فكره واوصل لكم رساله انه كثير من الاجراءات نقدر احنا نسويها بالبيت قبل ان نروح للطبيب. مثلا مثل هاي الحالة الأم، إنه انطي خافض حرارة، الطبيب راح يصدقش بالأخير لما تروحين وتقولين الطفل عليه حرارة، أنا أصدقش، بس انطي خافض حتى لما يجيني العيادة يكون حرارته نازلة والولد وضعه مستقر، لأنه نخاف من الحرارة العالية ممكن يصير عنده تشنج حراري أو شمرة حرارية. من الأمور الأخرى اللي ممكن احنا بالبيت نسوي اجراءات مثلا السعال. اغلب اسباب السعال عند الاطفال هي بسبب ما بعد الالتهاب الفيروس، يكون منشور الولد او مرشح وشويه نزلت على صدره يقوم يقح الطفل. احسن علاج لهي الحاله هو السوائل، خصوصا شرب المي. مرات تصير حالات قليله انه يكون عنده طفل تحسس قصبي او يكون عنده ربو او يكون عنده التهاب بالرئه، هاي حالات طبعا قليله، لكن العام الاغلب هو الالتهابات الفيروسيه اللي علاجها هي تروح لوحدها بدون اي ادويه، مجرد انه احنا ننصح الام نقولها يابا بس شربي سوائل هوايه تحديدا المي، هاي راح تساعده بالتخلص من السعال. مثلا الاسهال، طفل يجي عليه اسهال، معظم حالات الاسهال سببها التهابات فيروسيه، هي الجسم يقاوم الالتهاب وحده، احنا دورنا كاهل او كطبيب انه بس نزوده بالسوائل، فطفل اللي يصير عنده اسهال كثري له سوائل، شوربات، لبن، نشويات عموما، نقلل من السكريات للطفل، الالتهاب يروح من وحده بدون اي تدخل، حتى مرات احنا بثقافتنا الغير صحيحه اقول انه راسا طفل يصير عنده اسهال، راسا اروح ركض للصيدليه اجيب له فلاجيل وتفضل اخذ فلاجيل، الفلاجيل يزيد الاسهال ويزيد مغص البطن واحيانا يسوي استفراغ، فماكو داعي انه ننطي الفلاجيل، بس شويه نطول بالنا الى حد ما نروح للطبيب والطبيب راح يقيم الطفل من ناحيه السريريه. لذلك انا احب اوصل لكم رساله انه احنا دورنا بالبيت كاب وكام دورنا كبير في علاج اطفالنا، نقدر ان نعمل الكثير قبل ان نروح للطبيب، والطبيب دوره بالاخير هو التشخيص واعطاء العلاج المناسب. اتمنى لكم الصحه والسلامه والسلام عليكم.